بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أخونا دكتور أنور على إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن علم الإحصاء. فأخ الطالب، علم الإحصاء هو علم البعض يصنفه من التخصصات الأدبية ويكون يتبع لكليات الاقتصاد، والبعض يصنفه من التخصصات العلمية ويتبع لكليات العلوم، وبعض الجامعات تجده في كلية الاقتصاد وكلية العلوم أو ككلية العلوم الرياضية كما في جامعة الخرطومة في جامعة الجزيرة تقريبا. فهذا العلم أصبح، نبدأ من الفرص الوظيفية، فرص الوظيفية كبيرة جدا من حيث المنافسة. توجد وظائف في الوزارات المالية وفي التخطيط وفي وزارات الزراعة والسياحة وفي مجال المراكز البحثية، أيضا في مجال البحوث، وأيضا في المراكز المتخصصة في مجال جمع البيانات وتحليلها. وأصبح الآن تقريبا في كل إدارة وفي كل مؤسسة هناك قسم خاص بالإحصاء، فوظائفه أو فرص الوظيفية إن شاء الله كبيرة جدا. هذا العلم أيضا لديه فروع من ضمنها الاقتصاد القياسي، والذي يهتم بالدراسات الاقتصادية سواء كانت في الاقتصاد الكلي أو الاقتصاد الجزئي. فإذا درست الاقتصاد لا غنى لك عنه، وإن درسته فأنت لك سبق التخصص فيه. وأيضا كذلك الإحصاء التطبيقي تجد أنه يدخل في كل العلوم، يعني الإحصاء التطبيقي يدخل في مجالات علم النفس، في علم الاجتماع، في الكليات العلمية كالزراعة، كالطب، كالصيدلة، كالهندسة. فتجد أنه الإحصاء التطبيقي يتم استخدامه في بعض الدراسات التطبيقية أو في بعض المواضيع التي تحتاج إلى تحليل وتحتاج إلى جمع بيانات وتصنيف وتبويب وتحليل، يستخدم فيها الإحصاء كجزء رئيسي من هذه التخصصات. أيضا في نفس التخصصات الطبية أو العلمية كالطب والهندسة والزراعة يستخدم في جزء حساس جدا فيها، وهو تصميم التجارب. أي تجربة علمية تعتمد على أسلوب إحصائي، وفيه جزء معين يسمى بتصميم وتحليل التجارب. هذا تخصص إحصائي، لكن التجارب العلمية لا بد أن تبنى على أساليب إحصائية بحتة. لذلك أي شخص متخصص في هذه التخصصات لا بد أن يلجأ إلى علم الإحصاء، وهو يدرس الآن بصفة رئيسية في هذه التخصصات. أيضا يهتم بدراسات السكان من حيث المواليد والوفيات، من حيث الهجرة سواء كانت داخلية أو خارجية، من حيث توزيع السكان، وأيضا يهتم بدراسات ضبط الجودة سواء كانت جودة الخدمات أو جودة المنتجات، وهذه الجودة أصبحت جزء أصيل من حياتنا. أيضا كذلك يهتم بالبحث العلمي. ذكرنا كل التخصصات التي ذكرت تعتمد في بحوث العلمية على الإحصاء، فدائما البحث العلمي غالبا يعتمد على جمع البيانات بواسطة أسلوب يسمى أسلوب العينات، وهذا الأسلوب هو أسلوب إحصائي بحت. أيضا كذلك أسلوب الحصر الشامل، وأيضا هذا الأسلوب تستخدم فيه أساليب إحصائية وطرق إحصائية معينة لجمع البيانات والتعامل معها بصورة معينة. أيضا كذلك يعني خلاصة أهمية هذا الإحصاء، فيعتبر أي قرار لا يعتمد على أساليب إحصائية قرار خاطئ. أي قرار لا يعتمد على أساليب إحصائية يعتبر قرار خاطئ، خاصة في البحوث العلمية التطبيقية. وكان يصف أحد أساتذتنا الكرام بأنه هو ملح العلوم، لأنه يدخل في جميع العلوم. أنا ذكرت الآن العدد من العلوم، والاقتصاد والإدارة والمحاسبة والطب والهندسة والزراعة وإلى آخره والصيدلة، فكل هذه يدخل فيها علم الإحصاء. لذلك سماه ووصفه بملح العلوم، فهو علم لا غنى عنه في كل التخصصات العلمية، وإن درسته كتخصص فهو أفضل وفرصه واسعة جدا التوظيفية. ورغبة الطالب هي الأولى والأخيرة، ونتمنى لكم التوفيق، وإن اخترتم الإحصاء أو غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.